أبنائي طلبة وطالبات الصف الرابع ابتدائي النهاردة إن شاء الله هناخد درس جديد درس المضاعفات أولا هناخد مضاعفات العدد اتنين إيه هي مضاعفات العدد اتنين؟ الرقم اللي أحاده صفر أو اتنين أو أربعة أو ستة أو تمانية يعني يكون أحاده عدد زوجي يكون أحاده عدد إيه؟ زوجي يبقى مضاعفات العدد اتنين الرقم الذي أحده ايه؟ ها؟ صفر أو اتنين أو أربعة أو ستة او وتمانية، وإيه تاني؟ أو أحده عدد زوجي كل ده يسمى مضاعفات العدد اتنين، أو أي عدد تضربه في اتنين يديك مضاعفات العدد اتنين، يبقى أي عدد يتضرب في اتنين يكون الناتج من مضاعفات العدد اتنين. ثانيًا هناخد مضاعفات العدد تلاتة، إيه هي مضاعفات العدد تلاتة؟ أي عدد يتضرب في تلاتة. يكون الناتج من مضاعفات العدد تلاتة، طيب، ثالثًا مضاعفات العدد خمسة، إذا ضربنا أي عدد في خمسة، يكون مضاعفات العدد خمسة، أو الرقم اللي آحاده صفر أو خمسة، يكون مضاعفات العدد خمسة، يلا بينا نشوف المثال ده، مثال بيقول لي: ضع خط تحت كل من مضاعفات العدد اتنين. اتفقنا هي مضاعفات على اتنين الرقم اللي احاده اه عدد زوجي صفر او اتنين او اربعة ستة تمانية يلا بينا ناخده نشوف الرقم اللي فيه مضاعفات على اتنين اتفقنا اللي احاده ايه عدد زوجي يلا بينا ناخده مين العشرين في ايه تاني ها اه قول معايا صح الاتنين في ايه تاني ال 13 لا ال 13 لا مش حاجه زوجي ما في مين الاربعه يلا مين تاني يقول ال 26 ها أه الخمسه لا ما خدهاش مش عدد زوجي ال17 لا مش عدد زوجي نشوف سؤال جديد يقول لي ضع خط تحت كل مضاعفات العدد 3 ايه هي مضاعفات العدد 3 الارقام الموجوده في جدول ضرب 3 او الرقم اللي بيقبل الاسم على 3 ها 22 مفيش حاجه ضربها في 3 تديني 22 ال12 اه 3 في 4 ال10 لا آه. ال3 3 في 1 ب3 في ايه تاني ال21 3 في 7 في ايه تاني ال 15 3 في 5 في حاجه تاني لا مفيش حاجه تاني الاربعه لا نشوف سؤال جديد طيب خط تحت مضاعفات العدد خمسة عاطيني شوية أرقام يلا بينا تلاتة وعشرين والخمستاشر والأربعين واحد وخمسين والخمسة والتمانية وعشرين عدد مضاعفات عدد خمسة اتفقنا لحد صفر أو خمسة يلا بينا يبقى مين الخمستاشر والأربعين الواحد وخمسين لأ الخمسة ها آه التمانية خدها لا العشرين أحدها إيه؟ خمسة سأل اللي منه أكتب مضاعفات العدد اتنين الأصغر من عشرة قال لي الأصغر من عشرة مضاعفات العدد أبتدي بالصفر يلا بينا صفر اتنين أربعة ستة تمانية سأل اللي منه أكتب مضاعفات العدد تلاتة الأصغر من عشرين يبقى مين؟ ها آه نبتدي بمين؟ الصفر والتلاتة والستة تسعة اتناشر خمستاشر تمنتاشر اكتب مضاعفات العدد خمسة الأصغر من 30 من الشطر اللي يقول ها بقى هنبتدي بمين؟ بالصفر والخمسة عشرة كل مرة بزود خمسة خمستاشر عشرين خمسة وعشرين لو لاحظت الأرقام دي كلها هتلاقي مكتوبة جدول ضرب كام؟ خمسة سأل ورا منه اكتب مضاعفات العدد ثلاثة المحصورة بين العشرة والعشرين هو حد يقول ايه عشرة وتلاتة وتلاتاش ويجي عامل تلاتاشر لا لا مش قصده كده مضاعفات عدد ثلاثة يعني يكون ارقام موجودة في جدول ضرب ثلاثة يلا بين ها بعد العشرة رقم موجود في جدول ضرب ثلاثة مين هتقول مين ها يلا الاتناشر 12 تمنتاشر. 15 اللي ورا منه اكتب مضاعفات العدد خمسة المحصورة بين الاربعتاشر 14 وال 44 هو حد يقول ايه 14 زائد 5 19 ويجي عامل 19 من... يعني اتفقنا كل رقم احاله صفر او خمسه من بعد ال يبقى مين؟ ال العشرين ال وعشرين خمسة وتلاتين اربعين. هو حد ياخد الايه؟ ال 45 لان قال من بين 14 و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نتقابلوا في درس جديد ان شاء الله